طبعا تعرفنا على شخصيات مسلسل ستيليتو وعلاقتهم ببعض، هلا بدنا نعرف عن علاقتهم بالكواليس وكيف كانت، خاصة انه انتم يعني قضيتوا فترة طويلة بتركيا عم بتصوروا مع بعض 10 شهور تقريبا 11. ايه كيف كانت الاجواء؟ ممتازة والله العظيم. يا جماعه بس اخبرهم شغله، انه كانوا عم يحكوا بالبريك شغلات كثير مهضومه، هلا صار بسك ممتاز كثير. عن طيب شو بدك اقول لك يا خيي؟ جوعان بالبريك كنت عملون جعت في ضل جوعان، كل ما يصور بجوعان. كل ما احكي لنا على الطبخات اللي كنت تطبخنا اياها بالمسلسل. جوعان والله العظيم، تنتين بالليل بيحكي معي بيقول لي بناكل، تنتين بالليل بدنا ناكل، شو بدنا ناكل؟ شو فيها؟ مش ثاني نهار كنا عم نقوم نعمل سبور. طيب اكل حلال هذا عادي. ما بس انت ما بتاكل يعني. تنتين بالليل انت مستغرب؟ لا 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 اربعة بالليل صارت الصبح مره حاطين بيتزا وما بيتزا. قال لي ريتا انت كيف تاكلي بيتزا بالليل؟ قلت له خيي باكل، انا بحب الباستا والبيتزا بالليل، بالنهار باكل. قال لي انا ما باكل. قلت له انت بس اذا عملت هولي تبع اللحمه والدهن تبعولك قد البيتزا. قال لي لا انا ما باكل. ثاني يوم جاب بقى هو في الفواحش تبعوله، يعني ولا ممكن يعني. وانا بعرف قال هو بيتزا ما بيأكل. بس حرام يعني، هو عم ياكل بس كان عم بيضربكم كل يوم بالليل، بيغني لكم. كان عم يضربنا لا كان عم يستعمل دور العقيد بالله كده عم تغني لهم صح؟ لا بس خليني اسالك سؤال. هون حاطط كيبورد يعني جايبين العده انا الكيبورد. بتعرف انه ريتا كانت تطبخ لنا؟ هي الوحيده اللي كانت تطبخ. عملوا لي غنيه للطبخ كارلوس على مرة عزمتنا كارلوس على الفاصوليا ورز، غنونا انا استخيل من هنا. هي الوحيده اللي كانت تطبخ. انت تبوله ندى؟ لا تبوله ندى تبوله هي الطبخه تبوله باهميه ستيلتو. بس طيب التبوله شو؟ لا تبوله ندى ما لها. ليت اخر الليل لما مين كان يعملون؟ لا انت انا شفتك فيديو. انت شفتك فيديو امتى طبخت؟ لا كان في فيديو عم يطبخ. كان في فيديو بديع. انت شو كنت تروح تنام؟ بديع بيجي بياكل. انا بيجي بس بنعزم انا ضيف على طول يعني. بس ريتا كانت بعض المرات تكلفني اشتري الاغراض من السوبر ماركت، انه ليك فيك تنزل تجيب لي شيء مثلا. بس انا بكون على النار على الطبخه بليز. شو جاي على بالكم؟ بنقول لها مثل ما بدك، بتقول فاصوليه. عرفت؟ سهل عليك. بنرجع بعد شهر بنقول لها اشتقنا للطبخه، بتقول شو جاي على بالكم؟ فاصوليه. بنقول لها مثل ما بدك، بتقول فاصوليه. طلع كثير شاطره بالطبخ. شو عملت من بعدها؟ عمره غنيه. انا كنت جايبه وثقه بدي نفقها قبل ما فل يعني. فاصوليه. فاصول لذيذ فاصولي لحمه ليكو. بكل الاحوال كمان قايلين الشباب ما حدا عم ينبسط. لا ما في منهم، ما في منهم. انا كمان ما في منهم. لا انت مبلا، انت كيف حرام هو بياكل ساكت هون عنده شروط بالاكل. شو عندك؟ ما في لحمه مفرومه ما في. والله لا حر باكل بس لا يا ريتا اللحمه المفرومه كل ما هبنسى بقول لي نسيت اللحمه المفرومه. اي عن جد ما بخي بنكون عم نشتغل ونعمل رياضه كل الوقت وعم نهتم من شان بيطلع لك قياس مثلا انه كنافه تجي تسقط الكنافه. شو بتعمل؟ شو بتساوي هون الصفر هون؟ انت قسم الحلو بس عندك. انا قسم الحلو قوي جدا. انت الوحيد اللي بتعمل السجقات والكروش وال لكن صرنا انا نواشف قيس حلو كل شيء له علاقه بال هون كل الفواحش دسم يعني. الدسم انا المشروبات المين كورس يعني. انا على فكره توقعت تبولة انا توقعت بما انه المسلسل اخذ وقت طويل ومشاهدكم طويله والكوشينات كثيره انه تكونوا انتم عم ترجعوا بعد ساعات تصوير طويلة ما لكم قدرة انه تعملوا شيء. هلا حسب هيدول اللي عم نخبرهم مش حسب ايام التصوير يعني. ايام انه يكون هدول مو كثار 9 شهور اللي نجي مالنا نفس نعمل شيء.